من صديق اليوم. صديق النهاردة في المغرب واسمه خالد. ازيك يا خالد؟ انا الحمد لله مزيان. دينا مزيانة؟ انا مزيانة طبعا. يا جماعة انا عايز اقول لكم بس حاجة قبل ما نبتدي. خالد قايل لي في البداية ان هو مش هيتكلم معايا غير مغربي علشان لازم يعلمني مغربي. فهو كده يعني صح؟ دي الخطة. بالضبط. انا دائما كنقول بان يعني لا اللهجة المصرية ولا اللهجة الخليجية ولا اللهجة اللي كيهضروا بها العرب كاملين احنا في المغرب كنفهموها، حيتاش كنشوفوا المسلسلات، كنشوفوا افلام، كنشوفوا قنوات. ولكن انتما دائما عندكم صعوبة انكم تفهمونا. دونك انا اليوم غنحاول نتكلم بواحد اللهجة اللي هي بيضاء، لهجة مغربية اللي تفهمني انتينا ويفهموني المشاهدين. ممتاز، خلاص احنا كده اتفقنا. بس لو وقعت مني حاجة هتقول لي صح؟ اوكي. طيب خالد، عايزة ابتدي معاك الاول ان احنا نعرف الناس بيك. لو تقدر كده تديني نبذة سريعة او بطاقة تعريفية سريعة، من هو خالد اندلسي؟ اوكي، خالد غربي اندلسي. انا من المغرب وتحديدا من مدينه طنجة. كنشتغل في ميدان الاتصال او الكوميونيكاسيون، وفي المقابل كنعمل اشياء اخرى بحال المسرح، الغناء الكورالي. عندي قناه على اليوتيوب اللي كنحاول نتقاسم فيها اشياء مع الاصدقاء ديالي. واهم حاجه اللي كيعجبو يعملها خالد هو السفر. السفر، اوكي، كل دي حاجات احنا هنتكلم عليها. بس خلينا ابتدي معاك الاول، عايز ابتدي مع مدينه طنجة. انا على فكره ما رحتش المغرب قبل كده، ولكن المغرب من البلاد اللي انا نفسي ازورها. بس يعني ما اعرفش قوي الفرق بين المدن المختلفه او الحاجات اللي بتميز المدن المختلفه، فيا ريت تحكي لي الاول على مدينتك، مدينه طنجة. مدينه طنجة هي مدينه جات في اقصى شمال المغرب اللي كنسميوها احنا بعروسه الشمال، وهي اقرب نقطه من إسبانيا. يعني إحنا في طنجة كنشوفوا إسبانيا، كنشوفوا مدينة طريفة على بعد 14 كيلومتر. وطنجة كتطل على ساحلين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وكتوفر على شواطئ رائعة ديال الصيف والاستمتاع بأجواء الصيف. هي التاريخ ديالها غني جداً، حيث دائما طنجة كانت ولازالت نقطة التقاء ديال الحضارات والثقافات، وكذلك هي قطب اقتصادي وصناعي مهم في المغرب، حيث هنا موجودين أكبر الشركات والمصانع الكبرى العالمية موجودين في طنجة. وخطروا مدينة طنجة بحكم الموقع الاستراتيجي ديالها في الخريطة. اوكي تمام، يعني انت تنصحني ان انا ازور طنجة؟ بطبيعة الحال مدينة رائعة وفيها واحد المزيج ديال الحضارات والثقافات. يعني هنا كانوا الاسبان، البرتغال، الفرنسيين، يعني حتى في المعمار. يعني ملي كتكون في المدينة كتجول كتشوف من ناحية البناء كاين واحد الاختلاف، واحد المزيج اللي هو رائع. كاين اختلاف من ناحيه ديال الديانات، مثلا هتمشي في واحد الشارع اللي هو صغير هتجبر كنيسه وهتجبر في نفس الوقت مسجد وهتجبر واحد التعايش اللي هو كان رائع في المدينه. اوكي، فهي هل هي تعتبر مدينه سياحيه؟ مدينة سياحية، ولكن ما هنعملوش المقارنة بحال مثلا مع مدينة مراكش أو لا فاس
أو لا، هي مدينة سياحية، ولكن ما نقدروش نقوله مدينة يعني من ناحية السياحة كبيرة جدا. خلاص إن شاء الله في يوم من الأيام أجي أزور طنجة. طيب الله. أحكي لي بقى شوية على شغلك المهني. يعني أنت قلت لي أنك أنت بتشتغل في الاتصالات مظبوط؟ بتعمل إيه؟ يعني شغلك عبارة عن إيه؟ احنا اون اجونس دو كومونيكاسيون اكسترن، يعني وكاله الاتصال اللي كيجيو عندنا الزبائن باش كنخدموا لهم ليماج دو مارك. يعني الشركه كتحتاج انها تخدم الصوره ديالها على صعيد الاشهارات، على صعيد المواقع التواصل الاجتماعي، على مجموعه من الاصعده. دونك انا كنشتغل في هذا المجال بالاضافه الى المجال ديال ليفينمونسييل او تنظيم الحفلات. اوكي، فانت تقصد اتصالات بمعنى كوميونيكيشن. انا اللي انا فهمت حاجه تانية. انا فهمت اتصالات بمعنى اتصالات كمبيوترز وتليفونات تكنولوجي. يعني انت تقصد كوميونيكيشنز من ناحيه الماركتينج والتسويق. التسويق بالضبط بالضبط. اوكي تمام. طيب ايه هي طموحاتك المهنيه؟ يعني لو جيت سالتك كده، انت عايز، عارف السؤال اللي بيسالوه دايما الناس، عايز تبقى فين بعد 5 سنوات والاسئله بتاعت الانترفيوز دي، انت شايف نفسك يعني ايه طموحاتك من الناحيه المهنيه؟ لمياء، شوف، هما الطموحات ديالي قويه وكبيره. علاش؟ حيت انا لا كارير ديالي او المسيره المهنيه ديالي كانت صعيبه وما كانتش سهله، ودوزت حاجات اللي هما كانوا صعابين، وظروف اللي هما صعابين، ودي سيتوياسيون اللي هما صعابين. ولكن غير باش نكون انا دقيق في المعنى ديال الطموح هو امتلاك الحافز باش توصل للمبتغى ديالك، وهذا المبتغى ديالك أو باش توصل لهذه القوة ديالك ممكن تكون قوة على شكل يعني اجتماعي، مادي، نفسي، سلطوي. وأنا من هذه القوات هادو أهم قوة اللي نبغي نحققها هي القوة النفسية. القوة النفسية واحد الحاجة اللي هي مهمة واللي كتخلي يكون عندنا تصالح مع الذات ويكون عندنا واحد توازن من داخل. حيت كاين بزاف ديال الناس اللي وصلوا لاشياء اليوم كبيره ولكن ديك القوه النفسيه ما كايناش. دونك انا بالنسبه لي القوه النفسيه هي اهم شيء اللي الانسان يقدر يوصل له. يعني لما تيجي تتكلم على القوة النفسية، انك انت يبقى عندك القوة انك انت تتحدى الصعاب وانك انت تحفز نفسك، هل المقصود بكده؟ بالضبط بالضبط. طيب. حيت النجاح كيبقى نسبي، كل واحد وكيفاش كيشوف النجاح دياله. كاين اللي بالنسبة ليلو النجاح هو يطلع للقمر، كاين اللي بالنسبة ليلو النجاح هو يشتغل في واحد الشركة معينة، كاين اللي بالنسبة ليلو النجاح هو انه يكون أسرة صغيرة، يكون عنده أطفال، يكون. دونك كل واحد وكيفاش كيشوف النجاح، وكل واحد كيفاش كيوصل من ديك النجاح. إزاي الواحد في وجهة نظرك، إزاي الواحد في وجهة نظرك ممكن يبقى عنده القوة النفسية دي؟ إزاي ممكن هو يكونها أو إن هو يعززها؟ إزاي؟ الوقت، مع الوقت. حيت الانسان في الحياه كيدوز بمجموعه ديال الصعاب، مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن تخليه يكون يعني ماشي ستابل. ممكن يكونوا عنده مشاكل في الخدمه، يكونوا مشاكل عائليه. دونك مع الوقت بحال نقولوا الانسان كيرجع اقوى. مع الوقت الإنسان كيرجع يعرف يتعامل مع المشاكل، يعرف يتعامل مع الصعاب. وهذا الشيء هذا كيجي
مع الوقت، مع الالتقاء ديالك مع أشخاص مختلفة، دونك هي مسألة وقت. يعني كل ما الواحد، اللي أنا قادرة أفهمه إنه كل ما الواحد يبقى الحياة تديله تجارب، كل ما ده بيخليه يبقى أقوى، صح؟ بالضبط بالضبط. انتينا معايا في هذه الفكره هذه ولا لا؟ انا حاسه انه كلامك طبعا، يعني انا من وجهه نظري انه كلامك مظبوط، لانه الخبره بتقوي الواحد. لما الواحد يكون عنده مشاكل ويلاقي نفسه انه بعد كده عدى منها او خلصت وقدر ان هو يتخطاها، مع الوقت الواحد بيلاحظ انه يعني لما تجيله مشكله يبتدي يفتكر انه مره حصل معايا كذا وانا كنت فاكر الموضوع ده عمره ما ينتهي وخلص. ف الوقت معناه النضج كمان، نضج التفكير، ان الواحد بعد كده يقول طيب اوكي كل مشكله في الاخر بتتحل، فازاي ان انا اتعامل مع المشكله في وقتها. فانا طبعا يعني انا موافقه الراي تماما. طيب مين اللي بالنسبه لك يعني ممكن تعتبره مصدر للإلهام؟ هل في شخص في حياتك، أو حتى ممكن حد ما تكونش تعرفه شخصياً، حد ممكن يكون حتى يعني شخصية عامة بالنسبة لك بتحس أنك أنت الشخصية دي بتلهمك؟ هل عندك مصادر للإلهام؟ لمياء، شوف أنا بالنسبة لي أي واحد ناجح في حياته أو لا عنده هذه القوة النفسية اللي كنا كنتكلموا عليها دابا، عاد أنا بالنسبة لي هذا الإنسان هذا نقدر ناخده كقدوة لي، حيت أي واحد ناجح وبالخصوص ملي كيكون مثلا بدا من الصفر كان عصامي واشتغل على نفسه واجتهد ووصل لديك الشيء اللي هو باغي، أنا هذا الإنسان هذا كنشوفه قدوة لي، ونقدر ناخذ منه مجموعه من الاشياء اللي انا نقدر نستفد منهم. هاد الناس، وانا كنحاول هاد الناس كامل اللي كنتلاقاهم ناخذ منه شويه باش كنقوي الشخصيه ديالي اكثر. اوكي تمام. انت يعني كده تعتبر انك انت هربت من السؤال؟ علاش؟ شكلك خايف تقول فلان لحسن حد تاني يزعل. لا لا لا، فعلا فعلا هذا هو المبدأ ديالي، حيتاش أي واحد لقيته سواء بغض النظر شنو كيعمل في حياته، أنا كنحس أي واحد لقيته هناخد منه أشياء أتعلم من كل العالم اللي نقدر أنا نتعلم منه. صح، على فكرة ده كلام ده صحيح، يعني الواحد بيتعلم من كل الناس حتى من الأطفال، يعني حتى الطفل يعلم، الطفل يعلم كتير. وهذه القضية هذه تينا، هذه القضية هذه هتكون تينا عشتها أكثر، حيث كنظن تينا عندك تواصل مع الأطفال أكثر. أيوة أنا بتعامل كتير مع الأطفال، وفعلا الأطفال بحس إن هما يعني ما فيش طفل بقعد معاه إلا وأنا بخلص الconversation معاه والحوار معاه بحس إن أنا تعلمت حاجة جديدة. حتى لو نظرة الطفل للحياة دي بحد ذاتها، نظرة الفضول دي بحد ذاتها بتعلمني إنه، فبحس إنه لأ الأطفال بيعلموا. أوكي طيب، أنت قلت بقى إنك أنت بتحب السفر صح؟ نعم. إيه ايه اجمل بلد زرته، او بالنسبه لك يعني يعتبر البلد المثالي؟ البلد المثالي بالنسبه لي هي اسبانيا. اسبانيا بحكم القرب الجغرافي اللي عندنا مع مدينه مع اسبانيا، بحكم انني عشت واحد الفتره في اسبانيا، بحكم ان الشعب الاسباني هو واحد الشعب اللي مقبل على الحياه، يعني كيعيش ويعيش كيعيش ويستمتع بالحياة ديالو، دايما كاين ديك الإيجابية في الحياة اليومية ديالو. أنا هادشي هذا كيعجبني بزاف في الإسبان، وفوقاش ما كتتاح لي فرصة أنني نسافر دائما كنفضل أنني نمشي لإسبانيا، حيت فعلا كنستمتع وكندوز واحد الوقت اللي هو رائع
في إسبانيا. إسبانيا. طيب إيه أحلى مدينة في إسبانيا رحتها؟ أنا بالنسبة لي أحلى نقول لك جوج حيث ما كيختلفوا على بعضهم. هنقول لك غرناطة، غرناطة في كانوا العرب قديما أندلس، وبرشلونة. برشلونة عاود فيها الإيجابية وفيها النشاط والبحر و... يعني مدينة ما كتنعش لا تنام. أي مدينة دايما دايما عايشة دايما صيف شتاء. بالضبط بالضبط. طيب تفتكر السفر بنتعلم منه إيه؟ بزاف الحاجات. السفر كنتعلموا منه بزاف الحاجات، حيتاش كتمشي كتلاقى ناس جداد، كتلاقى شعب جديد، كتكون عندهم أفكار مختلفة، حضارة مختلفة، ثقافة مختلفة، يعني كل شيء يكون مختلف. وبالخصوص إلا كنتي من نوع الناس اللي ملي كيسافروا كيعجبهم مثلا يمشيوا للمتاحف، يمشيوا يعني الأماكن القديمة، الأماكن الأثرية، كتشوف أشياء اللي حنا يعني مختلفة على الطبيعة ديالك، ومختلفة على الحضارة ديالك، ومختلفة على الثقافة ديالك. وأهم حاجة في السفر، أنا كنقول السفر اون ثيرابي، اون ثيرابي هو علاج نفسي، علاج نفسي. دائما الإنسان ملي كيسافر وكيرجع كيرجع بواحد طاقة جديدة، كيرجع بواحد روح جديدة، أو لا؟ صح. أكيد 100% 100%. مجرد أن الواحد بيسافر ويتعرف على ثقافات جديدة ويتعرف على ناس، يعني زي ما أنت بتقول كده أفكار جديدة، بتشوف حتى مناظر طبيعية مختلفة عن اللي بتشوفها عندك في بلدك. وبالخصوص من اللي كان سافر بواحد لكادغ أو لواحد القالب اللي كيكون فني، مثلا اللي كان سافر مع الكوغال أو اللي كان سافر مع يعني بواحد بواحد الكونتوني اللي هو ثقافي، أو كتستفيد أشياء أخرى، كتستفيد أشياء أخرى. مزبوط. أنا كنت هسألك كمان، يعني أنت بتحب أنهي نوع من أنواع السياحة؟ لأن في ناس بيحبوا يروحوا سياحة للطبيعة، وفي ناس بيحبوا السياحة للحاجات الفنية والثقافية. واضح أنك أنت بتفضل الحياة الفنية والثقافية والتراث والتاريخ. أنا كيعجبني ملي نسافر نعمل كل شيء، يعني نستغل اليوم ديالي، نستغله أبشع استغلال. يعني نوض في الصباح نخرج نشوف المتاحف، الأماكن التاريخية، في العشية ندور في المدينة، بالليل عاود نخرج. يعني كيعجبني يكون ديك لو ميلونج في يعني في لي زاكتيفيتي اللي كنعمل، حاجات مختلفة. طيب خلينا نتكلم بقى دلوقتي على الكورال، طالما انت جبت سيرة الكورال. انت قلت لي انك انت بتشارك في كورال، وبتشارك معاهم في زي مهرجانات مختلفة وفعاليات مختلفة. يا ريت تكلمني شوية عن الكورال وإيه النشاطات اللي بتعملوها. التجربة ديالي مع كورال البوغازية واحد التجربة رائعة، واللي استفدت منها مجموعة ديال الأشياء. للإشارة فقط، كورال البوغاز هو واحد الكورال اللي في العمر دياله 15 سنة، وأنا من 2011 يعني 9 سنوات وأنا عضو في كورال البوغاز. كورال البوغاز هو واحد الكورال اللي هو يعني إن كورال بوليفونيك، يعني كورال بوليفوني. هاد الكورال هذه كتشارك في يعني في مهرجانات وفي حفلات داخل وخارج المغرب، وحققت مجموعة الأشياء. حيتاش حنا في العالم العربي عندنا الثقافة ديال يعني بحال اللي نقولوا العرب واخدين واحد الفكرة اللي هي غلطة على الغناء الكورالي. يعني دائما كيقولوا بأن الغناء الكورالي هو فقط ديال الكنيسة، وفي الحقيقة لا،
الغناء الكورالي هو واحد النوع ديال الغناء اللي كيكونوا فيه مجموعه ديال الاصوات، كيكونوا مجموعه ديال الاشخاص، كل واحد كيغني بلحن معين، كل واحد كيغني بكلام معين، ولكن ديك لو ميلونج هو اللي كيعطي ديك الجماليه ديال الاغنيه. دونك كانت تجربه رائعه، ومن هنا كنحيي الاصدقاء ديالي وكنحيي الاستاذه هند بولخير اللي هذه 9 سنوات عطتني الفرصه انني نكون عضو في كورال بوغاز. طبعا زي ما انت بتقول الكورال هو عباره عن يعني غناء بيجمع ما بين زي الطبقات المختلفه للصوت، ومع بعض لما بيتسمع مع بعض السوبرانو مع الالتو مع يعني مع الدرجات ثقافه موسيقيه. عندي ثقافه شويه يعني بارك الله عليك. فطبعا الميكس ده هو اللي بيخلي الصوت الاخير يعني الواحد هو بيسمع يعني كمستمع بيسمع صوت الكورال ما بيكونش يعني بيميز قوي مين صوت ايه، بيسمع الصوت الطالع مع بعض كائن واحد. وحنا كنحاولوا نشتغلوا، والاستاذه هند بالخير كتحاول تشتغل على واحد النقطه اللي هي مهمه، هو اننا ناخذوا اغاني ديالنا، يعني ناخذوا اغاني ديال عبد الحليم ام كلثوم اغاني مغربيه، ونعملوا لها التوزيع على طريقه الكورال، باش في نفس الوقت الناس يستمتعوا بديك الاغاني اللي هما يعني القيمه ديالهم كبيره عندنا حنا كشعب عربي، وفي نفس الوقت انهم يستمتعوا بديك الغناء الكورالي اللي كنقدموه بديك الطريقه. اعتقد كمان الكورال بيعلم، يعني ما اعرفش انت ممكن تصلح لي المعلومه دي، بس اعتقد انه الكورال بيعلم فكره فريق العمل، علشان الواحد هو بيغني جزء من مجموعه لازم يعني يحاول ان هو ما يحاولش هو يبين نفسه، صح؟ ما يعليش صوته علشان الناس تسمعه هو، لا يعرف ان هو لازم الصوت يبقى مع بعض مع فريق العمل. خصك تغني الديناميك، وفي نفس الوقت تركز مع الرئيسه وتركز مع هذيك 30 شخص اللي هو كيغني معاك، وتغنيو كاملين يعني بنفس، حتى واحد ما يكون زايد على اخر ولو جزء من الثانيه. دونك هذه القضيه هذه مهمه اللي شيرتي ليها، كتعلمك انك يعني تخدم مع المجموعه بالضبط، الديناميكيه نفسها يعني. وانت بقى معاهم، وانت معاهم في الكورال يعني في انهي تون انت؟ باريتون؟ انا باس. بس انا باس كنغني الطبقة الموسيقية الحالية، يعني لي نوت اللي هما غراف. اوكي تمام. طيب وقلت لي كمان يا خالد انك انت بتشارك مع مجموعة اسمها فيستي، مجموعة مسرحية. فيستي فرقة فيستي للمسرح المعاصر وفنون الفرجة. هادو مجموعة الشباب لسوا واحد الجمعية هذه 3 سنوات، واللي كيشتغلوا مزيان، يعني عندهم أفكار وكيشتغلوا وكيشتهدوا وباغيين يزيدوا بالفن المسرحي القدام. هما شباب فيهم يعني رجعوا كاملين أصدقاء ديالي. كيفاش جات الفكرة باش التحقت معهم؟ هما كان عندهم واحد العرض مسرحي وطلبوا مني أنني نعمل لهم واحد تغطية أو واحد توثيق ديك المشاركة ديالهم على طريقة الفلوغ، ونعمل البصمة ديالي يعني على الطريقة اللي أنا كنقدم بها الفيديوهات، وكنخرج واحد الفيديو رائع. ومن ثم اقترحوا عليا أنني نكون عضو معهم في الفرقة، ودائما نكون كنوثق أو لا كنصور ديك المشاركات ديالهم في المهرجانات والحفلات على طريقة فلوغ، وصورنا مجموعة ديال الفيديوهات اللي كانوا رائعين. ودابا صافي انا بصفة رسمية انا معاهم، واللي تا هما كنوجه لهم تحية.
طيب انا مبسوطه جدا طبعا من كميه النشاطات اللي انت بتعملها، والحقيقه انا حاسه ان احنا الحوار بتاعنا ثري جدا، وممكن نقعد اتكلم معاك ساعه كمان، لان انا كمان عندي اهتمام بالمسرح، فممكن اقعد اتكلم معاك كمان ساعه، بس للاسف احنا ما عندناش وقت كتير، بس يعني 4 دقايق ماكسيموم. فعايزه اسالك قبل ما اقول لك باي، عايزه اسالك على اليوتيوب شانل بتاعتك، بتعمل ايه في قناه اليوتيوب؟ شوف، هي القناه ديال اليوتيوب جات صدفه. اوكي. جات صدفه، كنت كنمر بواحد الظروف اللي هي صعيبه، كنت كنمر بواحد الازمه نفسيه، وكنت باغي شي حاجه اللي يعني اللي تخليني نبدل الجو وصافي، وقلت هنبدا اليوتيوب. دونك لو فيت باش انني بديت كنشري الكاميرا ونشري الادوات باش نشتغل، بديت كنحاول نتعلم المونتاج، من بعد بديت كنخرج نصور نعمل المونتاج، هاد الاشياء هادو كاملين خلوني نخرج من ديك الازمه النفسيه اللي كنت انا فيها. ومن بعد صافي عجبني الحال وكملت في داكشي. وبالنسبه للمحتوى اللي كنقدم، انا كنحاول نسلط الضوء على مواضيع اللي كيكونوا مهمه، كنحاول نتقاسم مع الناس التجارب ديالي، كنحاول نتقاسم مع الناس الاسفار ديالي، ولكن هادشي هذا كامل كنحاول نعملو في واحد القالب اللي هو عفوي. اوكي. يعني ما كاينش ديك الرسميه، يعني كنحاول الكونتوني يكون عفوي باش الناس يحسبوني، يعني يكونوا معايا اقرب، وباش الناس ما يملوش، عشان ما يملوش، يعني باش يكون المحتوى خفيف. طيب للناس هي القناة باقي ان بوتي بيبي، يعني واحد طفل صغير. صح. ولكن قدرت انني لحد الان عندي اكثر من 40 فيديو. اوكي تمام. والناس اللي عايزه تتفرج على فيديوهاتك وتشوف المحتوى بتاعك يروحوا فين؟ كاين القناة اسمها خالد اندلسي، كما كتشوفوها مكتوبه هنايا، خالد اندلسي. على هي ما بتبقاش باينه دلوقتي التسجيل. اوكي. خالد كي اتش اي ال اي دي، مظبوط؟ يس. وبعدين اندلسي اي ان دي اي ال او يو اس اس اي، مظبوط؟ اكزاكتومون. وتا الانستغرام تا هو خالد اندلسي. تمام. خالد انا سعيده جدا انك انت كنت معايا النهارده، الحقيقه الحوار بتاعنا جميل جدا، وانت يعني الحوار معاك لا يمل. شكرا. ولكن عندي سؤال. تفضل. فهمتي الدارجه المغربيه كامله او لا؟ ايه رايك فيا؟ ما سالتكش ولا مره على اي سؤال، يعني انا كده 100 100. صح. اذا اللهجه المغربيه هي سهله. الحمد لله. أو أنت سهلتها لي، معرفش. ممكن. خالد شكرا جدا على وجودك معايا، وشكرا ليكوا على متابعتكم الحلقة دي، وإن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة مع صديق جديد، وباي باي.